السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أصدقائي؟ أتمنى إن شاء الله أن تكون في تمام الصحة والعافية. خوت اليوم غادي نشرح لكم هذا الكتاب، هذا كتاب اللي معروف كتاب الأب الغني والأب الفقير. هذا الكتاب هذا الخوت هو يعني يوجد مدفوع، يعني إذا بغيتيه مثلا خصك يعني تشريه بواحد الثمن اللي شوية 100 درهم 70 درهم، آخر ثمن باش تقدر تشريه 50 درهم. يعني انا غادي نجيب لكم اليوم فابور الخوت، يعني نقلب لكم على الكتب اللي بغيتو، كتب مدفوعه نجيبها لكم بي دي اف يعني مجانا الخوت. يعني اي كتاب بغيتيه قول لي السميه ديالو في كومونتير نجيبو لك. دابا اليوم غادي نقدم لكم هذا الكتاب، هذا غادي نقدم لكم الكتاب الاصلي يعني النسخه الاصليه بي دي اف، نقدمها لكم مجانا ان شاء الله. غتلقاو الرابط ديال هذا الكتاب في الوصف ديال الفيديو. كتاب يعني غني بالمعلومات يا اصدقائي، يعني سبحان الله، يعني إلا قريتي مثلا غير واحد 5 صفحات ولا 10 يعني كتحس بواحد التغير، يعني صراحة تغير إيجابي 100%. يعني هذا كيوريك الطريقة كيفاش أنك تفكر عكس التيار، يعني ما تفكرش يعني مثلا على أنك يعني مثلا ربحتي واحد المال ولا شي حاجة كتبقى داس سلدوير الزمان. هذيك القضية ما كايناش الخدك ديال سلدوير الزمان ولا شي حاجة. إلا عندك شي قدر ديال الفلوس كتحاول تستثمرو، كتشوف شي طرق ديال مثلا يعني انك تشري مثلا شي بقعة ارضية، العقار مثلا، يعني انك تشري منتوجات يعني وتشوف المنتوجات اللي عليهم طلب، يعني وتفتح متجر يعني على الانترنت كمثلا متجر اي باي او امازون، يعني ودير انت ستوك ديالك يعني في شي متجر من هاد المتاجر اللي ذكرت دابا، يعني وتبدا الخدمة. يعني الخدمة يعني مثلا عندك 1000 دولار خصها تولي 2000 دولار في ظرف شهر ولا في ظرف عام، ماشي مشكل مدد خصها تضاعف. ماشي عندك 1000 دولار يعني بالمليون، مليون صنع. يعني ما خصكش تبقى ديما عندك مليون فيكس، يعني عاد كتبقى تزيد تجمع عليها ب 50 درهم 100 درهم 3000 200 درهم. خصك يعني تشوف طرق، يعني تبحث وتسول وتدخل في بلاصه ما غادي تدخل مثلا تتفرج للكوميديا ولا شي حاجه، من حقك تتفرج للكوميديا، ولكن ماشي حياتك كامله تكون غير كوميديا وتكون يعني فهمتي غير كد يعني فهمتي غير كد يعني غير مليوح ما عندكش الوقت. الوقت كتحاسب عليه، راه حتى الا خدمتي ولا هذيك راه عباده، حتى هي مزيانه في ترات تساعد الناس. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. الا كنت انت اللي كتعطي انت اللي كتصدق، ماشي هو انت اللي كفهمتي اللي كيصدقوا عليك الناس. واخا هي في كل خير، ولكن يعني حاول انك يعني كما شوف راسك، يعني فهمتي انك انت يعني انسان اللي عنده واحد القدرات، يعني فهمتي ما عمرك ولا تنظر راسك بواحد النظره بانك انا انسان هايد، انا حرتوكا، انا ما عنديش لغه، انا ما عنديش كذا، ما عنديش يعني فهمتي ما عنديش ماديات، عائلتي فهمتي فقير. ما تشوفش قال هذا فهمتي قال الحوايج، راه عندك طموح وبغيت توصل، غادي توصل اي حاجه بغيتيها. وكان يعني هذا فهمتي غير ملخص ديال الكتاب وديال الحياه يعني فهمتي باش. وان شاء الله الى عجبكم يعني هذا الفيديو نتمنى تضغطوا على لايك. واي كتاب كما قلت لكم كيف ما بغى يكون، يعني كاين الكتب بزاف فكرت تزادوا صراحه يعني من حرك قطعه الجبل الخاصه بي بزاف ديال الكتب، يعني ديال فهمتي ديال التنميه الذاتيه، يعني فاش كتنمي القدرات ديالك وكتحاول انك فهمتي تغير داك الفكر المعشش شحال هذه، يعني الفكر ديال صافي يعني الا ما قريتش يعني صافي راه معاش نخدم. ولا القرايه مزيانه، ركز على اللغه الانجليزيه، ولكن يعني القرايه وما بعد القرايه، يعني راه كاين اللي عنده دابا تبارك الله يعني كاين اللي عنده لغه ديال الانجليزيه راه خدام مثلا، كاين مواقع كاين فايفر كاين خمسات كاين بزاف المواقع ديال الخدمات المصغره، يعني اما كيدير ترجمه كيدير تصميم كي يعني كيقاد يعني كيكتب يعني مقالات ديال بلوغر كيبيع كل وحده $5 يعني كل وحده ب50 درهم، يعني كيدير تصميم يصايب الريسكين يصايب التطبيقات كيدير فيهم اعلانات ديال ادموب، يعني بزاف د الحوايج الخوت يخدموا الخوت. اللي ما عرفش شي حاجه كيفاش تصايب مدونه ندير لكم شرح كامل من احسن الزيد، نوريك كيفاش انك نعطيك قالب مجاني، نوريك كيفاش تشري دومين، يعني نبدا معاك نكتب لك مقاله الاولى كاع وندير لك فهمتي كيفاش انك تدخل عليها واحد التغييرات وهذاك وتحطها عندك، يعني نوريك غير كيفاش دير لها التغييرات، ندير لكم مقاله من عندي مثلا. القناه الخوت راه احسن حاجه اللي باش تجيب 4000 ساعه، انا الحمد لله راه قربت تجيب 4000 ساعه باش بالبث المباشر، لكن انا عندي القناه تبارك الله يعني في شي فيديوهات يعني هما اللي هزينها، يعني ما كنديرش البث المباشر، يعني عندي شي فيديوهات تبارك الله واصلين حتى ل 20000 مشاهده، يعني هما اللي كيجيبوا لي التسوى، يعني انا ما كندير يعني لا بث مباشر لا والو، هذاك الشيء علاش انا فهمتي يعني ما كتشوفونيش كندير بث مباشر. لكن الخوت ديما حاول انك ما حدك ما حققتيش الدخل ولا شي حال، حاول انك تعدد في المجالات، تهدر في كل شيء، تهدر في التطبيقات، تهدر في الربح، تهدر في الكتب، تهدر في يعني في الهواتف، تهدر في اي حاجه، يعني اي حاجه عندها علاقه بال يعني فهمتي بالحاجه اللي كتحاول انك
اللي عندك شويه فيها تقدر تعطي فيها هدر فيها اي حاجه، غير فهمتي ما تخرجش على القانون حتى ولا تقول شي حاجه المعلومات ديالها ما مضبوطاش. على قول الله اكبر هو كيبدل المغرب. سيروا تصليوا الخوت ولا يتقبل لنا ولكم، والى الفيديو القادم، الى اللقاء.